مرحبا يا استوديو زوز ضيوف عبيدي أحمد حازم بوشيباز زوز طلبة بكلية الطب تونس سي سون ممبغ دو لاسوسيسيون اسوسياميد إيكيب ميديا باش يحكيونا على لاكاغفان دوك في دورتها العاشرة إمنا أحمد أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بك طلبة بكلية الطب بون كيل أني troisième année kif kif d'accord plus tard je suis en train de la spécialité peut-être orthopédiste d'accord on on a la gastrologie

يمكن صارت قطيعه عام بركه عام, عام الكوفيد أه وين تقبل؟ قبل؟ قداش من شخص تمتع بعيادات بفحوصات مجانيه؟ أه الاختصاصات اللي تكون موجوده أه ضمن دوكتان احكي شويه على ليزيديسيون بريسيدونت دونك مشينا لبرشا بلايص كما قلت مشينا لبنزرت مشينا لجندوبه لزغوان القروان عامناول كان في جومين في بنزرت جينيرالمون نهزو معنا طاقم طبي متكون من 40 طبيب لي أه ضمن هم اخصائيين في امراض النساء والتوليد طب الاطفال طب العيون ان شاء الله باش تكون في تويرف في الكيف نهار م -م. لحد 12 مارس 2023 وبش يكون معنا اختصاصات جديده اخصائيين في الامراض الصدريه القلب والشرايين وفي الامراض الجلديه انت في ساعة في ساعه هذيك الكارفان نتاع 12 مارس 12 مارس ها 12 مارس في, في الكيف لكن دورات اللي قبل معناها يعني اون ديزون قداش من شخص عاونتو قداش من شخص تمتع بالفحوصات بعيادات عندكم دي دي شيف ام جوست لي شيفر تاع مناول مثلا ايه؟ عملنا ايه؟ اكثر من 1600 كونسلتاسيون واكثر ايه؟ من 40 عمليه جراحيه ابار دي لي بروتيز اوديتيف اللي عملنا ابوبري 6 بروتيز ولي كادر دي لونيت والكل دونك يفست... هذا تاع مناول

آه نمشوا غاديكا نسالوا آه نسالوا المتساكنين غاديكا يستحقوا شي حاجه تلقاهم زاد بعاد على المرافق الصحه العموميه والخاصه، دونك نمشوا للمناطق هذوما نسالوا المتسكنين نعمل دراساتنا، ناخذوا لي ستاتستيك ولي دوني اللي حشنا بهم الكل، ثم نختاروا المنطقه حسب المعلومات اللي لميناهم الكل. واضح. آه بالنسبه للكيف مشيتوا دونك سور بلاس؟ مشينا سور بلاس ثلاث آه مرات، آه. آه. علاش مرات؟ اشاك فوا نمشيو غادي كنشوفوا وين النجم نحضروا القافله غادي كنهارتها اخترنا معهد التطوير في من ولايه الكيف غادي باش باش نحضروا المستشفى نهارتها اا أه... شنو تقول انت؟ أه اا جوست نمشي الظروف غاديكا؟ اون فيت كيما مع كيما متوقع باش نعمل فيها كرافان كي المؤسسات الصحه كسوا العموميه ولا الخاصه نلقاو ناقصين برشا اختصاص مثلا شنو هو الاختصاص اللي ناقصين في في الكيف؟ في الكيف اون فيت في الاوبيتال غاديكا ثم برشا اختصاصات اللي كيما قلنا احنا اون كارد ميدسان يجي من بلاصه اخرى يجوز يعمل دي زوبيراسيون افوا ومن بعد يمشي معناها ما عندهمش اطباء مقيمين واللي هذا خلينا نزيدو نتاكدوا انه لو فريمو فريمون الى لا ونستحقوا اننا نمشي نعملوا غاديكا القافله بتاعنا واضح دونك لو ديبار يكون 12 مارس دونك كامل النهار باش تكونوا موجودين غاديكا دونك بريفو قداش من شخص تقريبا قلت لي عامنا 1600 كونسلتاسيون مجانيه سني تقريبا قداش من من طبيب باش يكون موجود معاكم الاختصاصات قداش او بروغرام معناتها باش تعديوا على قديش من شخص اسكو عندكم فكره فما اون ليست دي باسيون دي ملاد احكي لي اللوجستيك وتنظيم الدوك تايم نتاع المره هذيا هو سني عنا القافله بتاعنا فيها اكثر من 40 طبيب آه. مختلف الاختصاصات عنا اكثر من 12 اختصاص بناتهم طبة عيون طبة أمراض صدرية عندنا اختصاصات جديدة السنة اخترناها باش تكون في النسخة نتاع ولاية الكيف كيما اختصاصات الأمراض الجلدية اختصاص الأمراض الصدرية وكيف كيف اختصاص القلب والشرايين احمد هابش نكملوا نحكيوا باش تجاوبني اسكو معناتها اطباء الاختصاص هذوما اللي باش يكونوا موجودين معاكم في في الكرافان هذه او في اسكو حسب لي نتاع المرضى اللي بش لي. في. باش يعديوا عليهم والا لا هذة باش نكملوا نحكيوا فيه بعد جون كورت باج دو بوب الحوار مع ضيوفي